ازيكم يا مواليد برج السور، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج السور اليوم الثلاث 6 ديسمبر كانون الاول 2022. كوكب الزهرة النهاردة بيرسل ليك طاقات حلوة جدا قوية جدا في عبارات تانية مختلفة ليك في اليوم ده، لانه اليوم يعتبر يوم مثالي للرومانسية بشكل كبير. هتبتدي تحصل على شوية علامات منفردة على نص كبير من الاشخاص اللي حواليك في الفترة اللي فاتت. بالنسبة ليك النهاردة لو خاص بالسفر في اليوم ده يا سور، على الرغم من انك دايما بتفضل انك تسافر، لكن اليوم مش مناسب ليك علشان تعمل كده، فخليك في مكانك وحاول تأجلها ليوم تاني. بالنسبة ليك النهاردة مهنيا هتبقى بتواجه شوية حظ مالي حلو في نهاية اليوم ده، خليك مستعد ليه، هتعمل حاجة كويسة جدا. كل ما تعمل عمل خير هيرجع عليك بالفايدة مرة تانية. من ناحيتك المالية النهاردة هتبقى أفضل حال من أي وقت، هتخلي كل ده يحفزك أكتر، خاصة لما يبقى الموضوع بيتعلق بشغلك. هتبتعد عن كل زملائك النهاردة خاصة مواليد برج العقرب، خليك بتتحاشاهم في اليوم ده. بالنسبة لك صحيان النهاردة خليك حذر أكتر مع صحتك، لأن ضعفك هو يعتبر أضعف حاجة في يومك ده ممكن تبقى بتواجهك، لكن ما تشاهدش التلفاز لوقت كبير في الليل، لأن قلة النوم برضه ممكن تبقى بتتعبك. النهاردة من الصعب إنك تكون مع أسرتك لسبب ما هيبقى بيأثر عليك، هتتسبب ليك الموضوع ده كتير من التوترات على المدى ما بينك وبين شريك حياتك.